لا هو بالعكس عامة، هم آخر ماتش لعبوه ضدنا من غير المحترف لعبوه أجمل، يعني كانوا أحسن. هم بالعكس يعني لما المحترف يكونش موجود الترايات بتاعته بتتقسم على اللعيبة التانية، فكل واحد بيستيب أب اللي هو بيلعب جامد إن هو يأدي دور أكبر، فهم بيلعبوا أحسن ده المفروض. بس إحنا الحمد لله عرفنا إن إحنا نوقف كل المفاتيح بتاعتهم، فهو ده اللي عمل الفارق، إن إحنا الحمد لله عرفنا نوقف المفاتيح كلها الحمد لله. يمكن طبعا يا كابتن عمر ما بين كل مباراه ومباراه الوقت ضيق جدا خلاص، يعني بعد بكره المباراه وان شاء الله تبقى مباراه الحسم وتاهل النادي الاهلي لمباراه الفاينل، استعداداتكم تكون عامله ازاي؟ وطبعا يعني احكي لي كده، طبعا انتوا دايما بتتكلموا مع بعض قبل كل مباراه مهمه زي دي، فيعني هتستعدوا ازاي للمباراه؟ طبعا احنا يعني اهم حاجه طبعا بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا نعمل ريكفري كويس، جسمنا يكون طبعا مستريح على قد ما نقدر، سيزون طويل ماتشات كتيره، لازم نحافظ ان احنا ما يجيلناش اصابه او حاجه. بنتكلم مع بعض ان احنا نركز في ماتش، فاضل لنا ان شاء الله ماتش واحد بعد كده نقفل الصفحه دي ندخل ان شاء الله الكاس، وربنا يكرمنا ان شاء الله. كابتن عمر بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه.